جاني هذا الشيء عجب، ما تلي تعرفت والو، ما تلي تعرفت والو وليدي، ما تنوصلوه، ما تنلحقوه، عاطينو التقار. وهذيك السيده تنقول ليه من الاول، هذيك السيده ما لايقه لك، هذيك السيده ما تهلا لك في ولادك، فوت هذيك السيده تقول لك سيروا دخلوا سوق راسكم، دخلنا سوق راسنا وليدي. ما تنوصلها الجيران، هذا محمد شحال من دار فيه، ما عمرنا كنجيو ندقوا عليه الباب، عمات علينا خونا، تلفاتوا علينا، ما باقي حتى يهضر معانا، تنتلاقاو معاه في فوت ولا يهضر معانا، نتلاقاو معاه في القهوه يتلفت علينا وجهه، ما يشوف فينا، قلنا له شي كلمه، إلا جينا غير بغينا نهضروا معاه يقول لك سيري، وعطينا كلمه حاجه خايبه يقول لك سيري في حالك، تاع مال ولد، عماتو، عماتو على عائلته، عماتو على خوتو، عماتو على كل شيء وليدي، ما عندنا ما نديرو شي قدر الله هادشي اللي كتب الله، واش بينا نديرو لهم؟ ما عندنا ما نديرو، قدر الله اش بينا نديرو؟ دابا ما عرفنا، مازال ما عرفناها كلها كاش كاين، حنا ما فراسنا والو قلت لك، حنا تعيطوا لنا الناس جينا لقينا الشيء، سيدي تيقولوا هي اللي قتلته، حنا ما شتناش، ولكن الناس يقول لك هي اللي قتلته، حيت فاش جاو البوليس فاش جاو لقاو يدقوا سميتو هي اللي حلات لهم قصرت، والولد ناعس ما عقل كاع. من دخلوا البوليس يقول لي ماش هاد الشيء، اش هاد الشيء، اش هاد الشيء، اش درت، اش درت؟ قال لي ما غادي نقول لك والو، تدك تدا وما تصبر ولا فين تقعد، قال لي راه ولادك وقع لهم امر، تقول لهم انا ما قتلتش ولادي، انا ما عقل كاع، الله يبين الحق، الله يبين الحق، هاد الشيء اللي نطلبوا عند الله.